ازيكم؟ حقائق عن الوطن العربي: ان العلم والفلوس لا يجتمعوا في مكان واحد. لو لقيت نفسك متعلم وخلصت الجامعة وعندك ماجستير ودكتوراه، لا ما عندكش فلوس، او صعب ان يبقى عندك فلوس، او ما تفهمش كيف الفلوس ضد التعليم. لكن لو كنت جاهل ورقاص وطبال وبتمشي مع الرقاصات وبتمشي مع الطبالين وبتعرف تنافق وتعرف تطبل وتعرف تلحس الجزم، تلاقي عندك فلوس. يعني يا إما تكون جاهل وعندك فلوس، أو متعلم وفقير. أما بقى المتعلم اللي عنده فلوس ده مش موجود. سبحان الله، من عجائب المجتمع العربي اللي احنا فيه، المجتمع الغريب العجيب المريض المتخلف المسحور اللي احنا فيه، ان كل المتعلمين والناس المثقفين اللي عندهم الكثير من المعرفة والكثير من المعلومات لا مكان لهم في المجتمع. الناس المتعلمين والدكاترة زي صلاح جودة لا تفتح لهم السينمات، لا تفتح لهم الأفلام الإنتاجية، لا تفتح لهم القنوات، لا تفتح لهم الإذاعة، لا يفتح لهم المنابر. لكن تفتح المنابر والإذاعة ويتم استضافتهم في القنوات الرقاصين، الطبالين، حمو بيكا، مش عارف مين كده، شاكوش، الواد اللي اسمه مش عارف اسمه ايه كده، شاكوش، أم أحمد اللي بتعمل الكفتة في أوضة النوم، المجرمين، الجريمة في أسبوع، الجرائم اللي بتحصل في البلد، حالات الطلاق، اللي قتل أبوه وقتل أمه وقتل أخته وقتل مراته وقتل عياله، الأحداث. يعني سبحان الله، البلد لا تدعم العلم. آخر برنامج علمي كان في مصر كان برنامج العلم والإيمان بتاع الدكتور مصطفى محمود، ومن بعدها لم تقم لهذه البلد قائمة. كلهم أشكال ضالة، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله. هناك تدمير ممنهج للعلم والعلماء في بلد الطعمية. يعني من الأشياء الموجودة في بلد الطعمية، وطبعا بقية الدول تحذو حذوها، يعني إنه أي حد متعلم، أي حد مثقف، أي حد بيفهم، أي حد ممكن ينصح نصيحة للبلد، يشير على المسؤولين، يبعت لهم رسالة، يحاول يفهمهم، يعلمهم، مفيش الكلام ده. أصبح الدولة عبارة عن شركة بيزنس، عبارة عن ملف فساد، عبارة عن طرمخة فساد على فساد. بس أدي كل ما في الموضوع، أنت فاهم القصة ماشية إزاي؟ لكن تقول لي إن العلماء والناس اللي بتفهم ياخدوا منهم المشورة وياخدوا منهم المعلومة؟ لا طبعا، لا طبعا، لا 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 لا. إحنا ضد العلم، إحنا عندنا ضد العلم، إحنا عندنا رضاعة التخلف في الوطن العربي بشكل أنت لا تتخيله. فحاول تفهم إن لو أنت إنسان متعلم ومثقف، أنت مالكش مكان في هذه البلد. حاول تفهم إن الوطن العربي ضد التعليم. أول ما تكون متعلم وإنسان يعني خارج الإطار، وتأتي بأفكار جديدة وتفكر خارج الصندوق، وتبدع وتأتي بالإبداعات وتأتي بالقدرات الجديدة والاقتراحات والمقترحات، سوف يتم نفيك وإبعادك وطردك. لأن إحنا متخلفين بنحب التخلف، بنحب ندعم المتخلف وبنظهر المتخلف إنه إنسان عظيم. أي حد عنده علم أو معرفة او عنده رغبة في تطوير او تقدم البلد، او مشروع جديد، او حاجة جديدة، او فكرة جديدة، يعني الدولة تقف ضده وبتحاربه حرب، حرب لا مثيل لها في الدنيا، حرب لا شبيه لها في الدنيا، بشكل غريب، بشكل مش مفهوم، بشكل ما حصلش في التاريخ. فسبحان الله، سبحان الله، يعني سبحان الله على العجائب والغرائب اللي احنا فيها. ما تستعجبش وما تستغربش وما تحزنش، مش عايزك تحزن، لا تحزن يا أخي في الإسلام، إن العلم والعلماء والناس المتعلمين وأصحاب الشهادات وحاملي الشهادات العليا وحاملي الدكتوراه العليا لا مكانة لهم في الوطن العربي. ما تزعلش، لا حبيبي لا تزعل يا بابا، تعالى طبطب عليك. لا تزعل، الوطن العربي مش مكان العباقرة ولا مكان العلماء. الوطن العربي هو مكان الرقصات والطبالين والأشكال الضالة وأم أحمد اللي بتعمل كفتة في التنو. بس حاول تفهم، إحنا شعوب بنحب التفاهات والهلس، إحنا هلسين لدرجة أنت لا تتخيلها، إحنا رجعيين لدرجة أنت لا تتخيلها. مهما أكشف لك عن حجم التخلف الرجعية والغباء والحقد والحسد لأي حد متعلم أو أي حد ذكي أو أي حد شاطر في البلاد، أوهو انت هتستغرب، هتستعجب.
باختصار لا تتعب مع الحكومة ولا تدخل نفسك في أي مهاترات مع أجيال الستينات وأجيال السبعينات وأجيال الخمسينات، العواجيز الكهول اللي ماسكين مناصب. لا تدخل نفسك في مهاترات معاهم، نصهم ملاعين ونصهم مغضوب عليهم. فاطلع من البلد اللي انت فيها وهاجر بره واشتغل بره، شوف لك اي شغلانه، اشتغل رقاصه بره، لكن ما تشتغلش عالم من علماء الفيزياء والكيمياء في بلدك، لان انت عارف ان بلدك بتدعم التخلف وبتدعم الرجعين. فباختصار يعني هذه الاماكن ليست لنا، انت مكانك مش هنا، انت مكانك في اوروبا، مكانك في امريكا بلد المهاجرين، انت مكانك عند هجرة العقول، انت مكانك في ماليزيا، انت مكانك في اي دولة بتحترم العلم والعلماء. اما بقى والله تجيب لي دولة بتطلع ام احمد بتاع الكفتة اللي في اوضة النوم تطلعها في التلفزيون.